السلام شباب، اليوم راح نتكلم عن جهاز او اورج الموبايل. اوكي، كيف ممكن انا استفيد من اورج الموبايل؟ اوكي، ونشبك هذا الاورج سواء كان على الموبايل او على التاب على جهاز ممكن يكون يوني ستار او الجهاز بكل الاحوال راح يشوفه ميدي. اوكي، ففي عندنا أجهزة رخيصة مثلا أو بشكل عام مش غالية زي مثلا 4X، أنا بإمكاني إني أنزل برنامج الـ 4X أو الأورجا الموبايل على موبايل أو على تاب. أوكي، الموضوع كله ما راح يتجاوز معاك تقريبا 300 400 دولار. بتاخذ أنت شغل الـ 4X وتعليمي، خلينا نحكي، لانه صراحة حفلات وهاي القصص ممكن يغلب وما يخدمك، بس بالبيت مثلا بامكانك انك تشبك موبايلك، ماشي، تنزل البرنامج. طبعا في البرنامج منه شيء مهكر وفي منه بتشتري من بلاي ستور، ممكن سعره تقريبا 15 دولار او 20 دولار بنزل معك كامل، بس بتصير انت تنزل برامجه، وبرامجه بتهيألي متوفرة، بس بدك تعرف المصدر اللي تاخذ منه برامج الفوركس. طبعا بإمكاننا الآن نشتغل على اليونستار، أوكي، أو على الكاسيو مثلا أو على الوينسا، شرط إنه يكون في مدخل ميدي بهذا الشكل. معظم الأورجات فيها هذه القصة. طبعا أنا بهاي الحالة بستفيد من الجهاز التعليمي إني آخذ منه أصوات وإيقاعات بروفيشنال. أنا على سبيل المثال أنا عندي مثلا 4X، أوكي، هذا هو، أوكي، أحدث جهاز. ممكن إني أنزله على الموبايل وأستخدم هذا الجهاز، أوكي، أستخدم هذا الجهاز على الموبايل، فبطلع عندي بهذا الشكل، هذا على التاب أو على الموبايل بإمكانك تنزله. فبلزمك وصلة ميدي هذا الشكل، أوكي، أو بيجي وصلات ميدي. وين رايح؟ بهذا الشكل، هاي محلات الموسيقى، اما هاي وصلة برينتر محلات الكمبيوتر بتحصلها، بتوصلها عندك حسب المدخل اما للتاب او اليو اس بي. وبعد ما تدخل انت تنزل البرنامج على الموبايل ممكن انك تجيبه زي ما حكينا اما مهكر او مثلا تجيبه برنامج من بلاي ستور تشتري سعره تقريبا 20 دولار، بيطلع لك نفس شاشة الفور اكس. طبعا طريقة توصيله، مجرد ما انا شغلت الجهاز احط التوصيل مدخل نفس مدخل الطابعة على مدخل اليو اس بي العادي محل الشحن، وبعد ما اشغل البرنامج باجي هون على اليو اس بي ميدي، بعمل اتصال او كونكت، شايف اورج 20 22 اللي هو، اوكي، فبتوصل عندك الجهاز هون. طبعا بنطفيه وبنشغله على اساس شكله لساته مش شايفه لانه وصلته، لازم اول، شايف، اعطاك اوكي. ماشي، هذا هو البرنامج. طبعا انا عندي النسخة مش اصلية، ماشي، بفوت انا على اساس اعرفها، بفوت انا على وين مخزنها، بكون عندي اكثر من برنامج. مثلا انا خلينا ناخذ مثلا طربي، بعمل عملية لود للبرنامج. طبعا لما يكون النسخة عندك اصلية او مثلا صحيحة ما بعمل معك، يعني تلاحظ وعندي هون التشريق، يطلع لك التشريق وكأنه 4X نظامي. مروا على اليو اس بي، نعمل اتصال، نعمل اوكي، فصار عندك الان التاب او الموبايل موصول ما عندك مع الجهاز. بس في شغلة انا لاحظتها في بعض الاجهزة، ماشي، ما بيطلع عندك
فيش صوت، فانت بدك سبيكر بتوصله مدخل الهيدفون او السبيكر، بتحطه على سماعه خارجيه وبتشتغل نظام انت مع الجهاز. اوكي لحظه، وين انا شغال الحين؟ بتحكم بالجهاز. طبعا لما يكون عندك انت سماعة خارجية وكأنك تشتغل على جهاز 4X على جهاز ميدي او اورج يعتبر تعليمي، فتشتغل عليه انت بالنسبة للأصوات والإيقاعات، فبلزمك انت برنامج للموبايل، والبرنامج تنزله على الموبايل بشكل عام على أساس يشتغل معك الموضوع بشكل نظامي مع وصلة الميدي وسبيكر خارجي. يعطيكم العافية.